مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكن المقاتل المغربي محمد تيني ليلة أمس من الفوز على حساب خصمه الجورجي نيكا شيفلي عن طريق إقرار إجماع الحكام، وذلك ضمن بطولة الأفل للأميمي التي نظمت بهولندا. وقبل مشاهدة النزال، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين ورياضة القتالية فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد وفرجة ممتعة.